اشوف قبلك. لا انا يا الله يا دورة هلا بشوفيها قد ايش حلوه. حلوه صغيره قد ايش والعيون عن كل عين احلى من الثانيه. تقبرني ان شاء الله الهي. اهلين يا مو. اهلين يا مو. اهلين بوران. شو بوران خانم يعني ما بدك تسلمي علي؟ بوران سلمي على فريال. اهلين. اهلين عيوني. اختي يلا ما بدك تشوفيها للصغيره؟ ام بلاي يلا. جميله يا جميله يلا حطي سفره الخلاص. وامزكي ما بقى الا تجي. بس تاخرت مو هيك؟ اجيت. ما بتفوتها فايده ولا اكله بايتي. يا ميت اهلين وسهلين. اهلين وسهلين بمرتخي والله. اهلين فيكي سعاد خانو. شو شلون لقيتي لي هالاموره؟ ما شاء الله ربي يحميها من عالي سماء. قمر مصور يا ست سعاد. الله يطعمك احلى منا. امين يا رب العالمين. شو رح بتسموها سعاد خانو؟ ابني حابب يسميها على اسمي سعاد. سعاد؟ ايه شو عليه؟ اسم حلو ما بو شي. ما انو حاكي شي. ليكون ما عجبك الاسم فريال خانو. شو مو عاجبني انت التانية؟ شو بدي احلى من هيك؟ سعاد على اسم ستة. فكرت. إيه لا تفكري ام زكي مشان ما يوجعك راسي. خلص البنت الثانيه رح خلي عصام يسميها على اسمك فريان. بدك تجيبينا بنت ثانيه لك امي؟ بدنا صبيها. اوعك يا لطفيه اعملي كل جهدك. وانا شو دخلني يا مو؟ يلي بيبعتوا الله يا محلاه فريال. نحن عم نقول اذا جابت بنت ثانيه بنسميها فريال. اخ يا ام عصام اخ كان منى عيني وقلبي بنتي تجيب صبي. معلش بكره الله بيطعمها صبي وبنت وصبي وبنت لتملي لك البيت صبيان وبنات. يا مو الاكل جاهز وين بتحبوا تاكلوا؟ عند سعاد الصغيره ولا بارض الديار؟ لا بارض الديار يا مو. يلا يا جماعه تفضلوا. تفضلي مرتخي. تكبرني هالوش حلو. ما بصير يا فريال ما بصير ما تروحي. زهرة وخيرية مالون حدا غيرنا، يعني نحن إذا ما رحنا، مين بده يقوم بواجب خيرية قدام حماتها؟ لك تقبري قلبي يا أم عصام، عم تحكي جواهر ودرر، خزيت العين حولك. يعني إذا أبوها راسه ترس، منظلم البنت وما منجهزها العريسة؟ مثل ما بدك ست أم عصام، وراح آخذ معي لطفية. لا، لطفية لا. ليش بقى؟ بنتها لساتها صغيرة، وبخاف تاكلها شي ضعفة من الطريق. إذا كان هيك معك حق. انسى الايام الصعبة وبالمحبة نلم جراحنا والدنيا بتضحك لما بنضحك بتزين افراحنا.